بمعلقة واحدة من مطبخك هتخليكي قمر، يعني مش هتلاقي أي خطوط تعبيرية في وشك، أي علامات تقدم السن، أي بقع، هتوحد لون البشرة. جربوا الوصفة، يلا ندخل الفيديو ونشوف الوصفة الجميلة ديت عملناها ازاي بأقل من جنيه، هتخليكي كده شمعة منورة. السلام عليكم، تعالوا النهاردة نعمل مع بعض ماسك الخميرة، حلو جدا لتوحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات تقدم السن، كويس جدا جربوه بجد مش هتصدقوا النتيجة. كل اللي هنحتاجه في الماسك بتاعنا النهاردة هو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، هحط هنا كده المعلقة، معلقة كبيرة، ممكن تجيبي كيس من أبو جنيه دوت. وهنحتاج شوية من مية الورد، عندك مية ورد، ماء زهر، ماء برتقان، اي ميه من اللي هي المقطره ديت هتنفع معاكي. هنحط معلقه واحده ونبدا ان احنا نخلط الخميره، احنا عايزينها قوامها كريمي كده، فهنفضل نقلب. بصوا ما تحطيش ميه كتير، لا انتي حطي ميه حاجه بسيطه وابداي قلبي لحد ما هي تمتزج معاكي. احتاجت تاني نحط لها عادي، يعني بصوا هنا هي احتاجت معايا تاني ميه، هنحط شويه شويه بشويه لغايه ما تمتزج خالص وتبقى كريمي. مفيش اسهل من كده، بمكونات بسيطه من مطبخك هتعملي حاجه مش هتصدقي النتيجه بتاعتها، بجد تحفه تحفه تحفه. بصوا هي الخميره كل ما بتحط لها ميه كده وتبدا تفك انها بتمسك كده جامد، حطي تاني لغايه ما تفك معاكي وتدوب تماما، بس بالتدريج. ريحه ميه الورد جميله، طيب انا همزجها عشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين كده انا بحط بالنقطتين كده وهي بتحتاج معايا ميه تاني. بصوا هي بدات ان هي تفك وتتجانس مع بعضها، هحط شويه وهمزجها كويس وبعدين ارجع لكم. بصوا كده يا بنات بعد ما امتزجت معايا، بصوا اهي القوام اللي احنا عايزينه، شايفين المعلقه بتاعت الخميره عملت معانا قد ايه؟ يا رب يكون واضح اهو، بصوا هو ده القوام، جميله جدا، ريحتها حلوه على فكره مش وحشه، يعني ريحتها مش هتضايقك. ميه الورد مخليه ريحتها ميه ورد عادي يعني تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنمسك الخليط بتاعنا ده ونفرده كده على البشرة، ولو بايديكي طبعا هيكون احسن، افرديه كده على كل البشرة وخصوصا المنطقة اللي هي حوالين الانف كده والجبهة، المنطقة اول حاجة اللي بتعمل تجاعيد الجبهة بتاعتنا، حوالين العين، يعني مكان الخطوط التعبيرية، من الاخر يعني مكان الخطوط التعبيرية. احنا بقى المفروض ان احنا بنحطها على بشرتنا واحنا ريلاكس كده خالص، علشان هي بتشد، الطبقة دي بقى بتشد وتنشف كده. بعد ما بتنشف بقى بنات بنعمل ايه؟ بنعمل يعني بنفركها، نفركها كده، نعمل بقى سكراب للبشرة، هي بقى بتبقى البشرة اتغذت وهتوحد لون البشرة وكمان هتشيل اي بقع سودة. حلوة جدا بجد جربوها تستحق التجربة. احنا هنسيب الخليط اللي احنا حطيناه ده ينشف وبعد كده هوريكم واقول لكم تستخدموها كم مرة في الاسبوع. بصوا كده بنات بعد اقل من 5 دقايق، بصوا شايفين الكمية اللي انا حطيتها بدأت ان هي تتشرب، يعني انا حابة بس اوريكم. طبعا لسه وقت الماسك ما مخلص، المفروض ان احنا نسيبه يجف خالص على البشرة، بس انا حبيت اوريكم ان البشرة اصلا بتتشربه، يعني مش مسألة ان هو بينشف بس، لا هو البشرة بتشرب منه جزء كبير. بصوا يا رب يكون واضح ليكو، وكده هو لسه هو بدأ ان هو ينشف بس يعني ما نشفش تماما. اي ماسك في الدنيا هتحطوه او اي حاجة خلطة طبيعية هتحطوها على وشكو ما ينفعش خالص تسيبوها اكتر من 1/3 ساعة نهائي تمام. فاحنا هنسيب الماسك بتاعنا 10 دقايق كمان وبعد كده نشوف هنكمل ازاي، بس انا حبيت اوريكم المرحلة دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما
الخلطة بتاعتنا او الماسك بتاعنا نشف، هجيب منديل كده عشان بس الحاجات اللي هتنزل. بصوا كده، طبعا البشرة اتشربته، باقي حاجات اللي هي اللي احنا موزعينها على تقيل، لكن هو بصوا بدأ نشف، شايفين؟ المفروض ان هو يبقى كده. احنا بقى هنفضل ايه، نمسك كده ونفرك البشرة بتاعتنا على وشنا يا جماعة، تمام؟ على او اي مكان في جسمك انتي حاسة ان هو فيه مناطق غامقة يعني. هنبدأ ان احنا نعمل كده حركات دائرية، ما تخافيش منه خالص، تحت العين ما تخافيش منه خالص، بيشد التجاعيد وبيقضي على الهالات السوداء، بيساعد في ازالتها، وخصوصا زي ما قلت لكم مكان منطقة الجبهة بتاعتنا او الجبين، علشان مكان ما بنكشر بنضحك بيبقى فيه الخطوط اللي هي الخطوط التعبيرية دي، وحوالين البق. اعملي بقى كده، المفروض ان هو يكون نشف تماما، بس انا ما خليتهوش ينشف قوي يعني، بس في ترطيب رهيب هتحسي بيه. بعد ما هنحاول ان احنا نفركه كده كويس، هنغسل بقى ايدينا بمية عادية خالص من الحنفية، وبعدين نشوف النتيجة. بصوا كده بنات، بعد ما غسلت ايدي طبعا في فرق شاسع، دي ما عملناش فيها حاجة اصلا. بصوا نشف بقى ايديا منديل كده عادي، يا رب يكون واضح الفرق. بصوا اهو، في ثواني 10 دقايق، ما سيبناهوش اكتر من 10 دقايق، ما شاء الله ترطيب يعني، تحسي كده ان بشرتك عاملة زي بشرة الاطفال، جميل جدا. جربوه بقى وقولولي. بس بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يعجبكم وجربوا الوصفه دي، بجد مش هتكلفكم اي حاجه، ولو ما نفعتش معاكم مش هتضركم، بس انتوا هتلاحظوا الفرق من اول استخدام ان شاء الله.